أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واحدة من أحب الآيات لقلبي ولنفسي وكنت كل ما أقرأها وأنا صغير تديني أسئلة أكتر ما تديني إجابات. و... و... وأنا كنت من وأنا صغير وأنا يعني بحب الفلك والفضاء والعلم والكتب العلمية والكلام ده كله يعني. فكنت بلاقي ان الايه دي انا ممكن اعمل فيها حلقات حلقات او سوره سوره النجم انا اقدر اعمل فيها حلقات كتيره قوي واوعدكم ان شاء الله بعد رمضان هيبقى في حلقه او اتنين عن معجزه الاسراء والمعراج وعلاقتها المباشره بالعلم وكيفيه ان العلم اثبت بالدليل القطعي امكانيه حدوث الاسراء والمعراج بمقاييس العلم وليس بمقاييس الايمان والروح هنتكلم عليها بعد رمضان في مجموعه الحلقات المطوله اللي قلنا هنتكلم عليها بعد رمضان. النهارده بس انا هتكلم على اول آيه، اول آيه من سوره النجم إيه والنجم والنجم اذا هوى. <applause> وانا صغير لما كنت الايه ديت طبعا انا بصيت في كتب التفسير، لقيت ان المفسرين سواء القرطبي او سواء الطبري قالوا والنجم اذا هوى فسروها بسقوط النجم. انا يعني يعني لما تنزل الايه دي على سيدنا محمد من 1400 سنه بال... بالامكانيات اللي متاحه عندهم في الوقت دوت وانا بتكلم على الامكانيات اللي كانت متاحه عند اهل الجزيره العربيه ما اعتقدش ان هم كان عندهم تلسكوبات ما كانش عندهم مناظير ما كانش عندهم ادوات يقدروا يبصوا فيها على السماء يعني ايام الفراعنه وده كان قبل ال... قبل ال... قبل, ال... قبل الفتره سيدنا محمد ب 7 او 8 او آلاف سنه كان عندهم درايه وعلم بالفلك بطريقه جامده جدا لدرجه ان هم يعني احنا بنشك ان ان هم كان عندهم وسائل تكنولوجيه متقدمه والعلم بتاعهم اندثر لاسباب يعني ما نتكلمش عليها دلوقتي لكن انا بتكلم على اهل الجزيره العربيه اللي نزل عليهم ال ال القران نزل عليهم الايه ديت طبعا حضراتكم لو شفتوا زي ما قلت لكم الناس اللي بتطلع الصحراء في ليالي الصيف يعني زي زي حالاتي كده ويبصوا في السماء بيشوفوا مناظر ابداعيه. وبنشوف كميه شهب يعني في اليوم في الليله اللي بالباتيه يعني بنشوف كميه شهب فظيعه يا سلام لو احنا رحنا في وقت فيه اللي هو بيسموه بيسموه الميتيور شاور او في مجموعه شهب كبيره قوي انت ممكن تبقى مش ملاحق تشوف الشهب دي منين ولا منين. طبعا لما انا ما بيبقاش عندي تكنولوجي او علم ابقى عارف ايه ايه الحاجات ديت او ايه الشهب ديت فانا ما عنديش حل غير ان انا افسرها ان دوت نجمه بتقع. لان في كتب التفسير كلها كاتبين عند سقوط النجم سقوط النجم سقوط النجم ماشي انا ما عنديش مشاكل لكن لما العلم تقدم احنا عرفنا دلوقتي ان اللي احنا بنشوفه بيقع ده مش نجوم اللي احنا بنشوفه بيقع دوت شهب نيازك ابعد ما يكون عن النجوم دي حجاره ميته في الـ في الـ في السماء او في الفضاء بتخش كوكب الارض وبتحترق نتيجه ملامسات الغلاف الجوي حتى الشهب اللي احنا بنصفها على فترات زمنيه طويله قوي كل 100 سنه ولا 150 سنه زي مذنبات المذنب هالي وبعض المذنبات آه ما هيش موجوده بصفه مستمره بعضها بيجي كل 100 سنه مره كل 200 سنه مره كل 10000 سنه مره فاهم مش وارد انها ان انا في اللايف سبان بتاعتي ان انا اشوف واحد او اثنين عشان ربنا يقسم بيها لاهل الجزيره العربيه وبالتالي والنجم اذا هو اللي هم بيشوفوه اللي بيقع دوت فاللي بيقع ده ما هو الا شهب وبالتالي ما هياش نجوم فكانت ده على طول بتقرقني الموضوع دوت آه لما بعد يعني كبرت بقى ابتديت اقرا في العلم كويس لقيت آه آه عرفت طبعا الفرق بين الكواكب والنجوم وانا صغير كنت بقول بقى, بقى لا ده مش نجوم هو هنا مقصود بالنجوم دي شهب عشان اقدر افسرها لنفسي لان انا طبعا كلام ربنا آه صادق وصحيح لكن عارف ان هي مش النجمه معناها النجمه اللي النجوم اللي موجوده في السماء لكن لما لما العلم بقى اتطور وبقى عندنا ادله وبقى عندنا براهين وابتدينا ابتديت اعرف واتعلم عن الحياه النجوم بتبقى عامله ازاي والنجمه من اول ما بتتولد لحد ما بتموت والغريب بقى ان هما ما بيستخدموش لفظ دس بيستخدموا لفظ كولابس وكولابس معناه ان الحاجه تهوى على نفسها يعني العماره وقعت العماره حصل لها كولابس العماره حصل لها انهدت على نفسها يعني هي مش بتقع من فوق لتحت لا ده هي بتكولابس بت, بت, بتنهار على نفسها فهما في ال, في ال, في الساينس في علم ال, علم الفلك وعلم النجوم بيقول لك ان الكولابس اوف ستار ان النجمه دي بتنهار بتهوي تهوي بتكون اللي حصلها كلابس على نفسها فالترجمه طبعا انا برضو مش حريف قوي في الترجمه الانجليزي يعني بس ممكن زمايلنا بتوع السون يقولوا لي هل كلمه كولابس ينفع نترجمها بكلمه هوا ولا لا والنجم اذا هوا هعرض أه لحضراتكم رسمه دلوقتي هنتكلم واحنا بنتكلم عليها اللي هي فتره حياه او تكوين النجمه من اول ما احنا شايفينها في الاول ان هي نوبيلا اللي هي مجموعه غازات موجوده في الاول خالص اللي باللون الازرق ديت مجموعه غازات موجوده في في الفضاء تبقى بتبقى يعني متجمعه حوالين نفسها كده فيري دنس بتبتدي كتلتها تزيد 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 وتتجمع اكتر واكتر واكتر لحد ما تبتدي الكتله بتاعتها دي تولد تسخن وتبتدي لما تسخن تبتدي تولد تفاعل، التفاعل اللي بيحصل جوه الشمس ما هو الا زميلنا بتوع كيمي عارفينه ان بيبقى الوقود بتاع الشمس هو الهيدروجين واللي بيحصل في الشمس مش انشطار نووي اللي بيحصل في الشمس بنسميه نيوكلير فيوجن او الاندماج النووي. ده حلم البشريه انها تعمله على الكره الارضيه لان ده هيوفر لنا كميه طاقه فظيعه جدا 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 من غير اي ملوثات اشعاعيه. ويمكن في تجربه واحده بس اتعملت واتعمل نيوكلير فيوجن او اتعمل زي ما بيقولوا سان اون ايرث او حاجه شبه الشمس على الارض. اعتقد ان رياكشن هم شغلوه لمده ثانيه او ثانيتين ووقفوه ثاني لان هم خافوا ان هو يحصل قلق بعد كده يعني خافوا ان الدنيا تخرج بره ايديهم يعني. بس النيوكلير فيوجن هو حلم البشريه. زي ما بيحصل في الشمس بالظبط ان تو هيدروجين بيتحدوا مع بعض ويدوني هيليوم والفرق في الكتله بيطلع في صوره طاقه كميه طاقه مهوله الشمس الوقود بتاعها هو الهيدروجين واللي احنا شايفينه ده لما بنبص للشمس سواء كان ضوء او سواء كان حراره ما هو الا نتيجه التفاعل بتاع الهيدروجين اندماج الهيدروجين والهيدروجين عشان يديني هيليوم والهيليوم دوت فرق الكتله ما بين الاثنين بيطلع في صوره حراره بيحصل برضه نتيجه الحراره العاليه اللي موجوده ان ممكن جزيئين هيليوم يتحدوا مع بعض ويدوني مولكيول أقل في الكتلة وفرق الكتلة برضه يطلع حرارة. بتفضل الشمس كده تكون في جزيئات أعلى وأعلى 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 لحد ما نوصل للحديد والحديد هو آخر عنصر بيتكون في الشموس وده بيبقى في الكور بتاعها من جوه. لكن الوقود الأساسي للشمس اللي هو اللي بيخلي لونها أصفر زي إحنا ما بنبص كده وإللي إحنا نلاقي الرسمة اللي بعديها تاني واحدة ديت تلاقي لونها أصفر اللي مكتوب من سيكونس ستار أو دي الستار الأساسية اللي موجودة ده بيبقى الحراره والضوء نتيجه الاندماج النووي اللي موجود عن وقود الهيدروجين اللي هو الوقود الطبيعي للنجوم والشموس اللي حوالينا ديت. طيب ايه اللي هيحصل بقى في الاخر خالص بعد ملايين ملايين السنين من عمليه الاندماج النووي ديت؟ اللي بيحصل ان بعد الوقود ما بيخلص اللي هو الهيدروجين بتبتدي الشمس تشتغل على الهيليوم والهيليوم يدينا عناصر اتقل واتقل واتقل لحد ما نوصل للحديث ومفيش حديد وبعد الحديد مفيش عندي اندماج نووي بيحصل عندي زي ما بيقولوا كده ما بين بالانس او ما بين حرب ما بين الجرافيتي نتيجه وجود هيفي ميتالز زي الحديد جوه الشمس والانفجار نفسه عارفين ان اي انفجار ما هو الشمس فيها انفجار اسمه نيكلير فيوجن او شطار نووي ده زي الانفجار بالظبط بيبقى عايز يطلع لبره فانا بيبقى عندي انرجي وضوء عايزين يطلعوا لبره وبيبقى عندي حديد بيعمل جرافيتي وعايز يسحب كل حاجه لجوه واحنا دلوقتي عرفنا ان الضوء كمان دلوقتي بيستجيب للجرافيتي فبيبقى في عندي بالانس، طول ما البالانس ده موجود وكمية الهيدروجين موجودة بكمية كبيرة وكمية الانفجارات كبيرة، الضوء بيقدر يسكيب هو والحرارة بيقدر يسكيب من الجرافيتي بتاعة الحديد اللي موجود في الشمس دوت ويبقى عندنا شمس زي اللي احنا شايفينها ده. أو ما بيحصل دبليشن أو الوقود الهيدروجين يقل بتبتدي الشمس تستهلك بعض المولكيولز الأخرى وهنا بتبتدي الجرافيتي تفوز عن الـ 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 الوقود أو عن الضوء. وبتبتدي الشمس بقى بتاخد منحنى من اثنين احنا عندنا شايفين زي ما حضرتك عندنا رسمتين الريد جاينت والسوبر ريد جاينت اللي هو العملاق الاحمر والعملاق الاحمر الكبير او السوبر حسب بقى حجم الشمس في بدايتها لو الشمس في بدايتها كانت صغيره زي شمسنا كده بتديني اللي احنا بنسميه ريد جاينت ولو هي كانت اكبر من شمسنا لان شمسنا صغنطوط قوي على فكره احنا عندنا شموس اكبر من شمسنا بالاف المرات أه لو هي اكبر من شمسنا بتديني حاجه اسمها سوبر ريد جاينت السوبر ريد جاينت دي بتبرد بتبقى هي نفس الشمس بتاعتنا لكن بردت وبردت لان الوقود الهيدروجين قل فخلاص الرياكشن بتاعها ابتدى يقل واللي بيحصل ان القوه الجاذبيه بتاعتها هي اللي بتكسب فبيحصل بتقعد بيحصل لها كولابس بتدي بقى عمليه الكولابس بتاعت الشمس على نفسها لحد هنمشي بقى في سكتين خلينا في السكه اللي هي الصغنطوطه بتاعت الريد جاينت لحد ما الريد جاينت دوت يكولابس خالص على نفسه والريد جاينت ده بحجمه اكبر من الشمس اللي ابتدى منها اللي هي المين ستار احجام كبيره يعني الشمس بتاعتنا هيوصل حجمها 1000 مره الحجم اللي هي فيه دلوقتي. الريد جاين دوت هيبتدي يمشي في خطوات بقى لحد ما يوصل لحاجه اسمها الوايد وارف او يعني هيبقى قزمة ابيض نقطه نقطه زي يعني صغنطوطه خالص في الفضاء لونها ابيض بتطلع بقايا ضوء ابيض وبعد كده لحد ما الضوء الابيض ده يحصل له ديبليشن خالص وينتهي الرياكشن اللي جواها خالص تتحول الى بلاك دوارف او يعني يعني كتلة سوداء موجودة في في الفضاء ملهاش أي رياكشن مفيش فيها أي حياة وهنا بتكلم على حياة حياة كيميائية مش حياة بيولوجية يعني. ده لو هي زي شمسنا حجمها صغير، لو هي بقى زي السوبر السوبر السوبر, السوبر ستارز الكبيرة هتديني سوبر جاينز حجمها كبيرة جدا 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 جدا, جداً بدرجة لا تتخيلوها. أحاول أبقى أجيب لكم فيديو بيوضح فرق الأحجام ديت وبعد كده بيحصل لها انفجار شديد جدا بعد ما بيحصل لها على نفسها بيحصل لها انفجار شديد جدا وبتديني حاجه اسمها سوبر نوفا. السوبر نوفا هي المرحله الاخيره في وفاه او الانفجار الاخير في وفاه النجوم الكبيره والعلماء بيحاولوا على مدار الزمن ان هم يصوروا سوبر نوفا اعتقد ان من سنه او سنتين قدروا ان هم يصوروا مشهد للسوبر نوفا وهي بتنفجر. السوبر نوفا بعد كده بيبقى قدامها حل من اثنين يا بتديني حاجه اسمها بلاك هول او الثقوب السوداء اللي احنا بنسمع عنها هي بتديني حاجه اسمها نيوترون ستار تبقى نجمه بتطلع لي اكس راي او بعض انواع الريز انا بس مش فاكرها دلوقتي لكن في الاخر الشموس الكبيره اللي حجمها كبير بتبقى نهايتها بلاك هول كل بلاك هولز اللي احنا بنشوفها في الفضاء ديت كانت اصلها ما هي الا شموس شموس حجمها كبير وكل البلاك دوارف اللي احنا ما نقدرش نشوفهم بعينينا ولا حتى بلاك هول نقدر نشوفها بعينينا بلاك هول اساسا بيجتذب كل حاجه انكلودنج اللايت الضوء فلكن في الاول وفي الاخر انا عندي سواء النجمه بتاعتي كانت صغيره بتتحول الى بلاك دوارف أو لو كانت حجمها كبير في الأساس فكتلتها بتبقى كبيرة جدا لدرجة إن الإنفجار الفظيع اللي بيحصل بيولد كتلة هايلة جدا جدا وبتتحول لحاجة اللي إحنا بنسميها بلاك هول أو النيوترون النيوترون ستار. دي دي اللي حضراتكم ده, ده ده ملخص دورة حياة النجوم اللي إحنا شايفينها في السماء فوقينا دي. زي ما قلنا كده العلم بيسميها كولابسنج إن النجوم بيحصل لها كولابس على بعضها إنها بتنهار على بعضها أو بتهوى على بعضها. فهنا الايه بتاعتنا والنجم اذا هوى بتفسيرنا الجديد او بالعلم اللي احنا وصلنا له حاليا الايه بتشرح تماما او بتقول يعني ربنا سبحانه ده بيقسم بيقسم بالنجم اذا هوى البروسيس اللي احنا شايفينها اللي بتقعد ملايين مليارات 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 السنين ربنا بيقسم بيها والعلم اثبت فعلا ان الشموس بتهوى في الاخر مش بتهوى يعني بتسقط من فوق لتحت لكن لا بيحصل لها كلها بس على نفسها وبالتالي احنا ما نستغربش لما نفتح كتب الفقه زمان ونلاقي فيها مكتوب تفسير سواء في الطبري في او القرطبي ان النجمة زهوة النجم اذهبه هو سقوط النجم لان هو ساعتها ما كانش عنده من التكنولوجي اللي هو يعرف الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها عرفناها تقريبا في اخر خمسين سنه فبالتالي هو ما عندوش حل غير ان هو يترجمها النجوم اللي احنا شايفينها بتحوي بتسقط وما فيش اعتراض على على الترجمه دي في وقته لكن حاليا في وقتنا دلوقتي لا الاعتراض موجود وما ينفعش دلوقتي نفسر الآية دي بسكوت النجوم، لا احنا نفسر الآية دي باللي أنا شرحته لحضراتكم دلوقتي اللي أنتم شفتوه في الصورة ديت اللي هو الحياة دورة حياة النجم ازاي بتتكون وازاي بيعيش وازاي بيموت والآثار بتاعتها على الأرض ايه لأن لما حضراتكم بقى هتشوفوا دلوقتي أنا هنزل لكم صورة على الأرض بتاعتنا هيحصل فيها ايه الصورة ديت قدام حضراتكم احنا الأرض بتاعتنا قسموا المراحل اللايف سايكل بتاعتها لـ 14 مليار سنة 14 مليار سنة احنا لسه في الأربعة ونص يعني احنا لسه الشمس بتاعتنا عمرها من 4 ل 5 مليار سنه لسه قدامها حاجه بتاعت 10 مليار سنه على ما تبتدي تفقد الانرجي بتاعتها والوقود بتاعها وتتحول لريد جاينت وبعد الريد جاينت تبقى بلاك دوارف لسه بدري اللذيذ بقى ان هي اثناء عمليه التضخم عشان تبقى ريد جاينت هتبتلع في سكتها هتبتلع الكواكب الداخليه اللي هي الميركوري وفينوس هتبتلعهم تماما هيختفوا تماما من الوجود والارض العلماء بيقولوا الارض ان لم تبتلعها الشمس فهي هتبقى هتحترق سكورشد والبي سكورشد والبي هتتفحم يعني كل حاجه فيها باولوجيكال هتختفي كل الميه اللي فيها هتتبخر كل مظاهر الحياه فيها هتنتهي تماما أه وبالتالي عشان كده الغرب بره بيدور على مكان تاني لان بعد ما بيحصل عمليه الريد جاين دي بعد 6 مليار سنه ويعلم احنا هنعيش 6 مليار سنه ولا انا بتكلم على البشريه لان شايف ان البشريه بتنتهي فعليا يعني البشريه ما عندهاش حل غير انها تدور على مكان تاني غير الارض وبعض الكواكب البعيده بقى عندنا زي زي مثلا ساترن او زي جوبيتر بس الجوبيتر هو كوكب غازي ما اعرفش ممكن نعيش عليه ازاي احنا لازم نتجه لهم يعني لازم يبقى كده الغرب بيدور على تكنولوجي ان احنا لو سيبنا الارض هنروح فين هم بيحاولوا يروحوا المريخ بيحاولوا يروحوا المريخ سوري معلش انا جالي تليفون هوقفه بيحاولوا يروحوا المريخ بيحاولوا يشوفوا ما بعد المريخ لان احنا ما عندناش حل الا القصه دي أه والنجم والنجم اذا هوى قصه حياه النجم من اول ما يتولد لحد ما يموت هي اعجاز علمي في تكوينها نفسه والايه دي احنا يعني يا ريت بقى خلاص كتب التفسير ما بقاش فيها وسقوط النجم لان احنا النجوم لا تسقط بالمعنى الحرفي بتاعنا اللي احنا بنشوف بيسقط ديت ما هي لا الشهب والنيازك وبعض الاجرام السماويه الاخرى لكن النجم زي ما احنا شرحنا كده هو ده اللي بيحصل اتمنى أه... ان حلقة النهارده تبقى مفيده لحضراتكم اتمنى اكون قدرت انفعكم باي حاجه أه... ولو حد محتاج اي سؤال على الموضوع دوت يبعت لي طبعا هو الموضوع معقد اكتر من كده انا حاولت ابسطه بس أحاول احط لحضراتكم في الفيديوهات او بعض الفيديوهات تتفرجوا عليها وان شاء الله يبقى معادنا في حلقه اخرى من برنامجنا برنامج اياتهم بعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته